عبد الوهاب عيونه. الحين حنختار واحدة من 13 قناة من قنوات شبكة المجد الفضائي. حبيبتي ما في شك، ما في بعدها قناة مجد للأطفال. يا سلام. السؤال يقول: برنامج يهتم بتوثيق الأنشطة الطلابية، يحاور الفتيان، ينقل أصداءهم وكلماتهم ويناقشهم ويستمع إليهم، يرصد الفعاليات من خلال الصوت والصورة وينقل الأنشطة الطلابية. هذا البرنامج يعرف باسم ركز أكثر. حلو. أو صوت وصورة أو وقت الشباب. إذا ركزت أكثر حقول لك أنه والله أتوقع أنه صوت وصورة. صوت وصورة. دامك يا أبو عبد الوهاب قلت أنك تقعد على قناة مجد للأطفال وقت كثير وتشوفها، فإجابتك صحيحة يا أبو عبد الوهاب. ما شاء الله تبارك الله. إجابة صحيحة، هو برنامج صوت وصورة. ما قلت لك أنا عارف. يا سلام عليك. يأتيكم في الأوقات التالية.